بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نواصل حديثنا بحول الله وقوته في بحث الكبر، ونحن عند قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كان آخر حاجة تكلمنا فيها في المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن إزاي إن بلاء الجهاد الذي رفع في هذه الأمة رفع بزريعة ومكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طب إزاي سميناه مكر؟ يعني اللي هو لما وجد بلاء جهاد المسلم للمسلم، اللي هو المصيبة اللي بيعيشها الأمة المسلمة الآن، اللي أصبحت بقاع الاضطراب في العالم هي بقاع إسلامية وبفكر واحد معروف نسأل الله العافية والسلامة، هو اللي بيعلن الجهاد على المسلمين. هذا لا يوجد في كتاب الله قط ولا في سنة رسول الله شيء من هذا على الإطلاق. دي فرية اتحطت ومكر سوء بالإسلام والمسلمين واتحط فيهم، وده من أسوأ المكر، أسوأ المكر على الإطلاق. التضليل مش انك تمكر بيه علشان توقعه في مصيبة او كذا، نعم هو هذا من المكر، لكن اشنع المكر واقبح المكر مكر التضليل. وظن اكبر ضلالة واكبر مكر احيط بهذه الامة لما وجد فيها فكر جهاد المسلم للمسلم، جماعات اسلامية جهادية تجاهد اهل الاسلام. ما هتسلموا مين؟ يعني إن كان بينكم وبين أهل الإسلام جهاد وقتال، فماذا أنتم؟ يعني من تسالمون؟ ده هو معروف حتى كمان أنتم لا تسالمون أنفسكم. معروف إن حتى مثلا لما بيجد إخواننا دول أصحاب هذا الفكر والعياذ بالله الفكر التكفيري، لما بيكونوا موجودين مثلا في أمة نصرانية بيحاربوا بحجة الطائفية، موجود شيعة بيحاربوا بحجة الطائفية، ما فيش حد بيقاتل بعضهم بعضا. يعني عندنا في باكستان كلهم مثلا سنة بيقاتلوا بعض، في أفغانستان بيقتلوا بعض، في الصومال سنة بيقتلوا بعض، في السودان سنة بيقتلوا بعض، في ليبيا سنة بيقتلوا بعض، في تونس سنة بيقتلوا بعض. هو كده، لأن ده فكر موجود بناء على الجريمة الكبرى اللي ناقشناها في المرة اللي فاتت، لما ارتضوا أن يقتل المسلم المسلم وكلاهما على حق. مش بنقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيقاتل معاوية رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه كان بيقاتل علي رضي الله عنه، فإذا رضي الله عن القاتل والمقتول. الصراع اللي في الأمة ده مباح، ما فيهوش أي حاجة خالص. وأي واحد بيرفع الجهاد الآن عشان يستولي على الحكم ويثب على الحكم ليصبح هو الحاكم بأمره، مش بأمر الله، مستحيل. لأن احنا عرفنا كويس جدا واستبدنا تماما أن التنزيل من عند الله والتفصيل من عند الله، وربنا جعل أمة لهذا التفصيل. فهم بغوا على الأمة التي بعثها الله بالتفصيل وكفروهم وسفهوهم وانتقصوا هذا الحق، فحلت هذه المصيبة الكبرى اللي هو إيه؟ استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لأن لما مكروا، مكروا بمين؟ مكروا بأهل الإسلام، مكروا بأهل الإمامة، مكروا بخلفاء الله، لم يقاتلوا ولم يصارعوا ولم يعني لحل لهم قتال في الأرض إلا قتال أهل الولاء. ولذلك حتى بعضهم تبص يقول لك إيه ده الشيعة دول أخطر عندنا من اليهود والنصارى، ده الخطر الداهم عند السلفي، لأن هو ورث هذا من المغتصبين عبر التاريخ. قتالهم كانوا كلهم يقتل بعضهم بعضا، وهو راجع من قتاله كده يمر على القرى الشيعية يقتل، لأنه عارف أنها لا تقر له بهذا الأمر على الإطلاق، ولا تخرج معه لتقاتل المسلمين، ولا يؤمن بذلك أبدا، لأنهم لا يقاتلون إلا تحت راية الإمام عليه السلام، ما بيقاتلوش تحت راية عامية أو يدافعوا عن أنفسه بس، إنما يبغوا يعتدوا مستحيل. ليس هؤلاء من الذين أسلموا لله ما عن البيت عليهم السلام أبدا،
ولذلك ربنا يقول إيه؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هو المكر السيء ده التضليل ده من أشنع المكر ومن أقبح المكر ومن أقبح التدبير. شوفوا حتى إيه، حتى الضالين نفسهم، حتى المستضعفين نفسهم بيقول إيه؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. تخطيط كنت بالليل والنهار وتدبيركم تأمرنا أن نكفر بالله. هو في مثلا لما يجي شاب يزن على شاب يقول له احنا هذه بنعمل تنظيم ومش عارف ايه عشان نستولى على الحكم ونقتل الناس اللي هم ما بيحكموش بما انزل الله، دول نعم دول مسلمين، تقتل المسلمين ازاي؟ هو مثل هذا، اذ تأمرنا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. هم طبعا دايما بيحكوها على الطواغيت، نعم وانتم من الطواغيت كذلك. انت لما تضل الواحد وتصرفه عن الحق، وابشع ما به ضلال انك انت تجعل القضية في الارض اللي بينه وبين المسلم اللي زيه هي دي اكبر قضية، القضية الكبرى انك انت تقتل هؤلاء المسلمين. هو في قضية اكبر عندها من التكفيريين من قتل المسلمين؟ للاسف الشديد كنا بنبقى قاعدين مثلا في الجامع في انصار السنه ولا في الجمعيه الشرعيه ونلاقي مثلا ان في تفجير مثلا في الحته الفلانيه في 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 العراق، وفجر واحد هم بيصلوا في حسينيه او قاعدين في حسينيه بيعملوا عزاء او خلاف، تجد فرحه وكان المسلمين غزوا اسرائيل وانتصروا عليه. ما هو ده مكر الليل والنهار، استأمرنا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. هذا المكر هدفه كله إيه؟ إزالة الحق. شوف، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مين الجبال دول الأول اللي هم عايزين يزيلوها؟ لو تتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأمير المؤمنين أنت رزق الأرض، الرزق الجبل، الشيء الثقيل العميق الثابت الراسخ في الأرض، أنت رزق الأرض، أنت سبب استقرارها. ما هم هم دول، وهو كان الطغاة والظالمين والماكرين والحاقدين والحاسدين البغاة المستكبرين كان لهم عدو في الأرض إلا خلفاء الله؟ أبدا، ما لهمش عدو إلا هم. ولذلك مكرهم كان هدف الأساسي إزالة الجبال. وذلك ربنا يقول لهم إيه؟ إنما بغيكم على أنفسكم. الله، هو أنت لما بتزيل خليفة الله من الأرض وتحارب أهل الولاية والإمامة، ماذا بقي لك من الخير؟ ده أنت بتمكر بنفسك فعلا. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. مش حاسين وبيعملوا ايه؟ ما هو لما واحد يجي يقضي على فكرة ان الامامة في الارض والخلافة في الارض للمرسلين ولآل بيت المرسلين، ناس لهم شغلانة واحدة بس، ابادة هؤلاء الناس، هم دول خطر الده. ولذلك دايما اللي بيمول هذا الفكر مين؟ المغتصبين، مغتصبين الملك عبر التاريخ زي الامويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم وغيرهم من المغتصبين، دول كانوا بيمولوا هذا الفكر وطول عمرهم بينضجوه وبينفقوا عليه، بينفقوا عليه ببذخ شديد للغاية حتى يمحوا ذكر آل البيت عليهم السلام، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فربنا يقول لهم إنما بغيكم على أنفسكم، ده هذا البغي. أنت لما بتضيع إمامك ضيعت المرشد ليك اللي بيقودك للهدى، أنت ما انتش حاسس أنت بتعمل إيه. هذا المكر لن يعود شره إلا عليك، زي اللي بيفقع عينيه وهو ماشي، ده هو عينك الناظرة، ده هو ده اللي بيبصرك بالطريق،
ده هو ده صراط الله المستقيم، ده هو سفينة النجاة، ده هو الأمان لأهل الأرض، ده هو اللي إن اتبعته لن تضل أبدا، تركت فيكم ما اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. آل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. آل بيتي أمان لأهل الأرض، دول حيبين لك أئمة الضلال، زي النجوم كده لما بتشوف شيطان يجي في سابة تروح إيه صعقاه، هم مرضوا ميتهم صعق مين؟ صعق دعاة الشر وشياطين الإنس وعلماء السوء، يضحضوا حجتهم ويبينوا عوارهم للناس، دول هم الأمان لأهل الأرض. فهل يعقل إن مسلم عاقل راشد يمكر بيهم؟ ولذلك ربنا يقول لهم إيه؟ استكبارا في الأرض على النذير اللي جاي ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كل من مكر سوءا بالطائفة التي أسلمت لله مع آل البيت، أو مكر سوءا بآل البيت والطائفة التي أسلمت لله معهم، إنما يمكر على نفسه، سوء ده حيرجع عليه ولن يرجع لأحد أبدا إلا عليه هو، لأنه كالذي يفقع عينيه في الطريق، عمره ما كان عاقل أبدا، كالذي يطفئ المصباح الذي يضيء له الطريق، لأن دول هم مصابيح الهدى، هم دول الأمان، هم دول النجاة، هم دول العصمة من الضلال، هم دول اللي مع الكتاب لا يفترق مع كلهتنا مؤمنين، كلنا كل الطوائف المسلمة مقر يقينا أن هذا الكتاب اللي هو القرآن ده هو ده الحق اليقين الذي لا ريب فيه، هم دول بقى اللي معاه. إني تارك فيكم من اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعثرتي لا يفترق حتى يرد علي الحوض، في أمان وبشرى أعظم من هذه؟ دولت موجودين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تارك فيكم، إني أوشك أن أدعى فأجيب، دلنا ترك فيكم للأمان وللسلامة من الضلال والعصمة من الضلال، كتاب الله وعثرتي إلى أن يرد علي الحوض. دول اللي انت بتمكر بيهم وتكيد ليهم وتيجي تثبت للخلق كلهم ان الصحابة معصومين اللي كانوا بيقتلوا الامام عليه السلام وعادوه، واللي النبي قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، هذا ولي، ألست اولى بكم من انفسكم، من كنت مولاه فعلي مولاه. تيجي تقول على هؤلاء ثقات عشان تبرروا لأنفسكم ما تصنعون، وبعدين تصبح هذه الفرية هي أعظم مفتاح للفتن في هذه الأمة، أعظم مفتاح للفتن في هذه الأمة هي هذه، مدام الصحابة ثقات وكل ما صنعوه خير صار قتال المسلم للمسلم خير وحق. لدرجة زي ما بقول لكم كده بيتبجح البعض على الفضائيات ويقول هو انا لما حارب بني فلان واجلوهم عن الحكم اكون كافر زي ما هم بيقولوا، هكون مارق زي ما هم بيقولوا. طب ما عبد الله بن الزبير كان بيحارب الامويين، هل تقولون ان عبد الله بن الزبير كان مارقا؟ ابدا، انتم بتقولوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان رضي الله عنه وكلهم رضي الله عنهم وهم يتصارعون على ملك ليس لهم، كلهم ثقات. عرفتوا ليه اتحطت فرية ان الصحابة كلهم ثقات؟ حتى ينفوا عنهم هذا المكر الذي مكروا به لآل البيت عليهم السلام ولمن بعدهم بعد ذلك من الناس، عشان يبرروا قتل الذين أسلموا مع آل البيت عليهم السلام، عشان يبرروا لأنفسهم أن ما يصنعونه هو حق، صراعهم على الملك حق ليس باطلا، صراعهم على ما لا يملكون هو حق، صراعهم على ما ليس لهم بحق هو حق. أظن تبقى واضحة جدا ليه قالوا أن الصحابة كلهم ثقات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم
بين لنا في كتابه في 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 رواياته وروايات عديدة كثيرة. لتتبعن، بيقول لأصحاب لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل. قالوا اليهود والنصارى قال فمن إذن؟ فوالله ما من سنة من سنن بني إسرائيل التي ذكرت في الكتاب إلا وسلكها الصحابة، ما من فعل صنعه أصحاب موسى معه زمه الله في كتابه إلا فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم ذلك أبيتم إلا أن يكونوا ثقات، لأنهم قاتلوا آل البيت وأجلوهم عن حقهم، فأثبتتم لهم الثقة من أجل هذا، حتى يستباح لكم عرض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين وممالك المسلمين، فتعثوا في الأرض فسادا ضدهم وتقتلونهم. فابترينا بهذا البلاء اللي موجود الآن، كل واحد يطلع يقاتل يقول هو كان الصحابة مخطئين لما كانوا بيقتلوا، هم كانوا كفروا وفسقوا لما كانوا بيقتلوا عليه، ده كله صواب. وانمحى بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. أظن مفيش ألعن من هذا مكر. احنا جبنا بس طرف بسيط جدا من أطراف الإيه؟ من أطراف المكر، لنبينه ونجليه. ولذلك نجد في كتاب الله هذا النوع من المكر، وهو المكر الذي يضلل ويبعد الناس عن صراط الله المستقيم. وكيف كان هذا المكر عاقبته دائما على الماكرين. احنا ما تعرضناش للمكر اللي هو بمعنى الإيذاء، وذمكر بك الذين كفروا ليخرجوك ويقتلوك ويثبتوك إلى آخر هذه الآيات التي بتبين أن المكر هنا إلحاق الأذى نفسه. يعني بتكلم في المكر اللي هو إيه؟ التضليل، اللي هو ربنا بيقول فيه إيه؟ استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني إذا أردتم أن تدعو الناس إلى ضلالة فدي هتعود عليك أنت، اللي هتضلل وهتروح جهنم والعياذ بالله. فشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ كسنة، سنة عامة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وما يمكرون إلا بإيه؟ بأنفسهم وما يشعرون. هم بيمكروا ضد مين؟ ضد رسل الله، ضد خلفاء الله. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ده دول الصفوة، ده دول المصطفين الأخيار، أنتوا علاقتكم بهم إيه؟ سيصيب الذين أجرموا، في حق هؤلاء المصطفين الأخيار سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يبقى مكرهم ده كله كان مكر ايه؟ تضليل، مكر ابعاد عن الصراط السوي. ولذلك ربنا يقول بعدها ايه؟ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اي للاسلام مع خليفته في ارضه، ما يسلمش لله مع هؤلاء الظالمين، مع هؤلاء الماكرين الذين مكرهم لا يهلك إلا إياهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اللي كانوا بيمكروا بمين؟ بخلفاء الله. أما من شرح الله صدره، ده اللي ربنا أراد له الهداية، ومن أراد الله له الضلال اتبع هؤلاء الماكرين وهلك مع الهالكين. انتبهوا كويس للتعبيرات دي، لأن دايما معظم الناس فهم المكر إيه هو. المكر هو يعني خطة كده تعملها تبرم وتكيد عشان توقع فلان في مصيبة يعني، لكن ما فيش أعظم مصيبة من أنك أنت تضلل والعياذ بالله. شوف في قول الله سبحانه وتعالى إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. دول كانوا بيعملوا إيه؟ الناس دول شوفوا الآية اللي جابها على طول، بيقول إيه؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة
دي الآيات 25 و26 من سورة النحل. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم. مكرهم إيه هو؟ يضللوا الناس. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم من أوزار الذين يضلونهم، يبقى مكرهم كان إيه؟ تضليل. يضلونهم بغير علم. في بالله عليكم أعظم وأشنع وأبشع من إن واحد يضلل أمة مسلمة فيشرع الجهاد فيها بين أهلها بعضهم وبعض، يرفع راية الجهاد على مسلمين. في أضل من هذا؟ في أفسق من هذا؟ في أجرم من هذا؟ مستحيل، مستحيل أبدا. ويتزرع بكل هذه الزرائع التي سقناها آنفا. صدق الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن ربنا لازم يضربهم بالصغار والذل والعذاب المهين لأنهم مستكبرين على خلفاء الله، فصاروا يضللون الناس عن سبيل الله المستقيم. شوف، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا المكر، مكر إيه؟ مكر من أنواع مكر الوقيعة والهلكة، تدبير الهلكة. طب ليه هنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دي النقمة اللي ربنا بيعدها عليهم. دولت كانوا عملوا إيه؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هنا ده انتقام، تدبير. دبروا إيه؟ دبروا التبييت لخلفاء الله، لأنبياء الله. يعني إحنا هنعمل لهم مصيبة، نقتلهم، نصنع بهم كذا، نخرجهم، نصنع. يا ترى أنت كإنسان مؤمن ترى أي المكرين أعظم؟ واحد بيمكر بالمسلمين ليضلهم عن سبيل الله، ولا واحد بيمكر للمسلمين علشان يوقعهم في الهلاك من الكافرين؟ الكافر ده منتظر منه، منتظر من الكافر ان هو يعمل كده. يعني كل كافر لما يمكر بالمسلمين ده شيء منتظر من الكفار انهم يمكروا بالمسلمين السوء، وربنا يلحق بهم العذاب ويلحق بهم النكال ويلحق بهم المصائب وتنزل عليهم نقم الله التي لا تعد ولا تحصى. لكن انت كمسلم لما تشوف ايه اللي ممكن يلبس عليك لو واحد دعاك إلى ضلالة ومكر بيك مكر سوء فأضلك وصرفك عن صراط الله المستقيم، وواحد تاني بيمكر بالمسلمين إنه هو واحد مشرك بيمكر بالمسلمين إنه هو يصنع بهم هذا الصنيع، إن هو اللي ملتبس عليك أكيد التاني ده واحد رايح يقتل المسلمين ومتصور رايح الجنة هو رايح الجحيم والعياذ بالله. إنما التاني ده سبيله شكله إيه؟ سبيله واضح جدا. فعاقبة المكر دائما مكر السوء، سواء كان مكر تضليل، مكر تضليل صرف الناس عن صراط الله المستقيم، أو مكر كيد وقوع شر للمسلمين، هو دائما يلحق بإيه؟ بصاحبه. ولكن شر المكرين وأضل الكيدين وأضل ما يبرم من سوء الأهل الإسلام
أن تضلهم عن سبيل الله، أن تصرفهم عن صراط الله المستقيم، أن تحرضهم على خلفاء الله فيقاتلون أهل الإسلام. أسأل الله بوجهه الكريم وبحوله وقوته أن يبصرنا وإياكم ويحصننا وإياكم من شرور أئمة الضلال وفقهاء الفتنة الذين يفتون بقتل المسلمين وترويع الآمنين وبث الفتنة وبث الفرقة والدعوة إلى قتال المسلم للمسلم. اعلموا أن هؤلاء هم حقا شياطين الإنس، اعلموا أن هؤلاء كيدهم يغلب كيد الكافرين الذين يمكرون بالإسلام سوءا وشرا، لأن هذا يلحق ويعرف. لما بعرف الأمريكان واليهود بيعملوا إيه، بابا عارف المسألة دي كويس، لكن عمري ما أتصور أبدا إن واحد مسلم معايا جنبي مني حاطط لي سيارة وجاي يقتلني وأنا بصلي. أظن أن هذا هو الشر المبين. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين أن ينجينا وإياكم من هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء، وهي فتنة إعلان الجهاد على أهل الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.